سهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم تحت الضوء. في البدايه اسمحوا لي ان ارحب بالزميله العزيزه فضيله. صباح الفل يا فضيله. صباح الخير يا تامر. ومعنا الدكتور حسام فوزي استشاري القلب والقسطره معهد القلب. نورنا دكتور. اهلا بك. اهلا. في البدايه دكتور احنا النهارده عايزين نتكلم على موضوع القلب، وطبعا ده شاغل ناس كتير قوي، يعني موضوع القلب دوت عامل مشاكل مع ناس كتير قوي، فاحنا جايبين بقى حضرتك كده يعني ايه نوضح للساده المشاهدين موضوع القلب وامراضه يعني وازاي نوكي من الامراض. عايزين نعرف بس معدلات القلب الطبيعي، يعني البني ادم المعدلات القلب الطبيعي بتاعته عامله ازاي، وهل في فرق بين الاطفال وكبار السن ولا هو بيبقى معدل واحد؟ هو معدل ضربات القلب هو ما بين 60 ل 90، ده في الناس الكبار. 60 ايه يعني؟ من 60 ضربه في الدقيقه. نبدأ في الدقيقه. 90 ضربه في الدقيقه، ده بالنسبه للكبار. في الاطفال بيبقى اقل شويه، بيبقى اكتر شويه، يعني بيوصل ل 110 و120. كل ما يكبروا في السن كل ما معدل ضربات قلبهم بتقل، وده لانه هو صغير بيبقى القلب بيبقى صغير، فلازم يضخ كميه اكبر علشان يضخ معدل ضربات اكتر عشان يطلع كميه الدم اللي مطلوبه. الاطفال بيكبروا وبينموا، فمعدل النمو ده بيبقى محتاج كميه دم اكتر علشان يغذي الاعضاء المختلفه عشان تنمو. كل ما بيكبر الطفل كل ما معدل ضربات قلبه بتقل، لغايه البلوغ بتبقى المفروض ان هي ضربات القلب الطبيعيه من 60 ل 90. لو بعد كده بعد 90 ده بقى فيه مشكله. بعد ال 90 يبقى فيه زيادة في ضربات القلب. بتتقسم بقى ان هي من 90 ل 120 دي بنعتبرها حاجة حميدة. فوق ال 120 ل 150 متوسطة الخطورة. فوق ال 150 لا دي بتبقى حاجة خطيرة. فهي كل معدل ليه مشاكله وليه اعراضه وليه حاجات زي كده. لكن هو في الاطفال بيبقى اكتر من الكبار. في الاطفال بيبقى اكتر من الكبار. في الاطفال بيبقى اكتر من الكبار، بين الستات والرجاله الاثنين زي بعض، مفيش فرق بين نفس الستات الموضوع. والرجاله في معدل ضربات القلب. بالنسبه للناس اللي هي كبيره السن اللي هي 60 او 70 اللي هو بيبقى داخل على سن كبير ده برضه بيبقى نفس ولا بتزيد شويه؟ نفس المعدل. نفس المعدل ما بيعملوش دعوه بحكم السن يعني. مفيش، طالما من 60 ل 90 ده كده معدل طبيعي. تمام. لو قلت ليها مشاكل، ولو قلت عن كام برضه ليها مشاكل، لو زادت برضه ليها مشاكل. يعني لازم يبقى النورمال في النورمال من 60 ل 90. الرياضي يبقى 60 ممكن يقل شويه، الناس اللي بتلعب رياضات بيبقى عضله القلب قويه فبتضخ كميه دم كفايه، فبيبقى البني ادم محتاج ان هو مثلا يبقى 60 كفايه قوي بالنسبه له ان هو يغذي الجسم كله عشان لما يلعب رياضه ويبقى محتاج مجهود اكتر، ضربات القلب تفضل تزيد توصل لغايه ال 90 او ال 100 او 110 او 120 ما تبقاش فيها مشكله. لكن لو هو بادئ كرياضي بضربات قلب 90، لو ابتدى يجري او ابتدى يلعب بعد 10 دقائق هتوصل ل 150 و160، القلب مش هيقدر هتبقى فيه مشكله يكمل وهيعمل وهيبقى ودي بياخدنا لموضوع الناس اللي بتموت في الملاعب. يعني احنا بنلاقي في لعيبه بيجي لهم سكته قلبيه جوه الملعب وهو رياضي. هو طبعا السكته القلبيه جوه الملعب دي ليها اسباب كتير، يعني احنا شفناها يعني كتير في ملاعب حتى في اوروبا مش في مصر. من ضمنها كهربه القلب، يعني هو القلب بيشتغل بكهرباء. الكهرباء دي بتبدا ان في بطاريه صغيره موجوده في القلب بتدي نبضات كهربائيه، تبدا تدي للقلب اربع حجرات، بتبدا تدي للاذينين والبطنين عشان ينقبضوا بفروق جزء من الثانيه ما بين الكهرباء اللي بتوصل للبطين للاذين الايسر، بعد كده البطين الايسر، بعد كده يبدا يضخ الدم وبعدين الدم يرجع، فجزء من الثانيه بتطلع فيه البطاريه المعدل بتاع ضربات القلب دي، فهي كهرباء. فممكن الموت المفاجئ بيبقى بسبب اختلال كهربة القلب، انه ضربات القلب بتزيد قوي ل 250 و300، فالقلب بيرفرف بيرتعش، مبقاش فيه effective contraction، يعني ما بينقبضش جامد عشان يزق دم، بيبقى عامل كده ففي الاخر ما بيطلعش دم كانه وقف. تمام. لكن هو بيبقى سريع قوي. دكتور كنا عايزين نعرف ايه هي اسباب سرعه ضربات القلب، يعني بتزيد فليه بتزيد سرعة ضربات القلب؟ سرعة ضربات القلب ده موضوع كبير جدا يعني، لكن احنا هنحاول نختصره على قد ما نقدر. وزي ما قلت قبل كده ان احنا بنقسمه تقسيمات، التقسيمة انه معدل ضربات القلب الطبيعي من 60 ل 90، لو زاد من 90 لغاية 120 ده بنعتبره حاجة ما هياش مقلقة قوي. ده في الطبيعي. بيبقى يعني زايد 20 ل 30 ضربه، ده في الريستنج وهو قاعد مستريح في المكان بتاعه. ما هو اللي بيوصله لكده ان هو يزيد ال 20 او ال 30 ضربه دي، يعني ايه ما هو زي ما بقول لك ان احنا دايما بنقسمها، لو من 90 ل 20 ده بيبقى حاجه حميده، ممكن تبقى ليها اسباب كتير، اسبابها بتبقى بسيطه عاده.
الاسباب بتاعتها ممكن يكون ابسط حاجه الانيميا، انه لو في انيميا عنده انيميا في انيميا في فنسبه الهيموجلوبين في الدم قليله فما بيشيلش اكسجين كفايه فضربات القلب بتزيد. ممكن يبقى في توتر عصبي ونفسي وضغوط نفسيه فبتخلي ضربات القلب تزيد. ممكن يكون في زياده في افراز هرمون الغده الدرقيه اللي هي موجوده في الرقبه فدي بتخلي ضربات القلب تزيد. دي الاسباب البسيطه. نيجي للاسباب الثانيه ان هي ممكن تكون لخبطه في كهربه القلب، زياده في الافراز في النبضات الكهربائيه اللي بتطلعها البطاريه اللي موجوده في القلب. البطاريه دي حاجه افتراضيه موجوده انسجه جوه عضله القلب بتكون نشاطها الكهربائي عالي شويه، بيخرج منها الياف، الالياف دي بتنقل الاشارات الكهربائيه للقلب المختلفه. ممكن تكون بطاريه القلب دي نفسها هي بتطلع كهرباء زياده، ففي الحاله دي احنا بنحاول نقلل كهرباء الكهرباء دي. ممكن يكون بسبب امراض بقى في القلب زي امراض الشريان التاجي، امراض عضله القلب، امراض الصمامات. يعني لو مثلا واحد عضله القلب بتاعته ضعيفه، لو عضله القلب بتاعته ضعيفه المفروض ان هو بيطلع 6 لتر في الدقيقه. 6 لتر دم؟ 6 لتر دم في الدقيقة. ده العادي بقى. فهو عشان يطلع 6 لتر دم في الدقيقة، لو عضلة القلب كويسة هتطلعهم في 60 ضربة أو 70 ضربة أو 80 ضربة. لا العضلة ضعيفة، معامل الانقباض بتاعها قل عن 40%، يبقى القلب عايز يشتغل أكتر عشان يطلع كمية الدم اللي مفروضة في الدقيقة عشان توصل تغذي وتعمل تروية لأجزاء الجسم المختلفة. ففي الحالة دي عضلة القلب ضعيفة فبيبتدي يشتغل اكتر علشان يطلع كميه الدم اللي هو عايزها. طيب لو في صمام ضيق ففي الاخر كميه القلب اللي بتطلع الدم قليله. فالصمام ضيق فالقلب عايز المخ يبعت له يقول له انا مش واصل لي دم كفايه، يبدا يبعت له اشاره عشان يزود ضربات القلب عشان يوصل كميه الدم اللي هو عايزها. فيبدا ضربات القلب تزيد. طيب لو في مشكله في الشريان التاجي، مشاكل الشريان التاجي اوقات كتير قوي. ما هو بعد اذنك بتقول الشريان التاجي ده عشان في ناس كتير اساسا ما تعرفش يعني ايه الشريان التاجي، احنا عايزين برضو نبسطه للساده المشاهدين اللي ما يعرفوش ايه هو الشريان التاجي. الشريان التاجي هو عباره جايه من اسمه اللي هو كوروناري اللي هو التاج. هو عباره عن الشرايين اللي بتغذي عضله القلب، بتوصل الدم لعضله القلب. تمام. فهي من غير ما يوصل دم لعضله القلب كويس لعضله القلب تقف وتموت. فهو مش شريان واحد، هما تقريبا ثلاث اربع شرايين كبار، شريان رئيسي بيدي ثلاث شرايين، وكل شريان من الثلاثه بيدي شريانين تانيين فرعيين يعتبروا برضو متوسطي الحجم. يعني هما 10 شرايين، عشان بيجي حد يقول لي انا عندي شريان تاجي، فهو مش شريان واحد، لا ده هما مجموعه 10 شرايين بيغذوا عضله القلب، لان عضله القلب دي حاجه مجسمه، واحد بيجي شمال نازل، واحد بيجي حوالين القلب محوري، وواحد بيجي يمين، كل واحد بيطلع فروع مختلفة. وده بياخدنا بقى 10 شرايين. ده بياخدنا بقى لسؤال تاني، ان احنا يعني انا كمواطن عادي مش عارف انا عندي قلب او ما عنديش قلب، ايه العلامات اللي انا ممكن ان هي تحصل لي عشان خاطر ان انا اقدر اخد بالي ان انا في مشكلة عندي في القلب او في عضلة القلب او محتاج مثلا دعامة او يعني ايه العلامات اللي انا ممكن يعني إن هي هنخرج من موضوع زياده ضربات القلب لقصه بقى ازمات القلب، وان انا في مشكله في الشريان التاجي وهل انا عندي مشكله في الشريان التاجي ولا لا. اعرف منين الوجع اللي بيجي في الصدر ده او الالم اللي بيجي في الصدر ده؟ من القلب. من يعني سببه القلب. يعني في ناس ما بتعرفش تفرق بين القلب ومن الصدر. هو في انا الصدر وجعني وجع في منطقه الصدر. اي وجع في منطقه الصدر فوق المعدة او من عند فم المعدة كده من عند المنطقة دي لغاية فوق لازم نعتبره قلب الى ان يثبت العكس. اعرف منين ان هو المشكلة دي جاية من القلب؟ نمرة واحد، الم بيزيد مع المجهود او التوتر او الزعل وبيروح مع الراحة. ده كده من القلب. يبقى كده من القلب، انه القلب لو شريان تاجي يبقى انا الشريان ده ضيق مش بيوصل الدم كويس لعضلة القلب بيوصله كويس وانا مستريح، لكن لما اجي امشي يبقى الدم القلب عايز كميه دم كفايه عشان يشتغل، فلما اجي امشي ابص الاقي فيه ابتدى يحصل وجع في القلب لان كميه الدم اللي رايحه لعضله القلب مش كفايه لتغذيه عضله القلب، يبقى بيزيد مع المجهود يقل مع الراحه
يستريح لو حطيت الاقراص اللي هي تحت اللسان اللي بنقول عليها سبلينجوال نيتريت او اللي هي الداينيترا 5 او حاجه من الحاجات دي، يبقى كده انا بقول ان هو من القلب. فبعض الناس ما بتجيش الصوره بنفس المنظر ده كده، الناس تختلف. اللي عندهم سكر الناس اللي عندهم سكر ما بيجيلهمش الوجع بتاع القلب بالمنظر ده، لان هم عندهم دايما التهاب في الاعصاب، الاحساس عندهم بيبقى اقل من غيرهم، بيبقى ضعيف، فبيبقى الاحساس عندهم اقل، فممكن يجي لهم على هيئه ان انا بحس ان هجان زايد شويه، اقل مجهود بيؤدي لنهجان، اقل مجهود بيبقى مجهود اقل من اللي كنت بعمله بالظبط. يعني في واحد مستريح اصلا وهو ده طبيعته كده ان هو ما بيمشيش كتير، فهو لما بيمشي او بيطلع دور سلم بيتعب، فهي مختلفه من شخص لاخر، لكن هو ابتدى يقل مجهوده، ابتدى ينهج اكتر مع المجهود اللي كان بيعمله قبل كده وما بينهكش، او ان هو ضربات قلبه زادت، او ان هو بيحس بتقل في الحته دي، مش لازم وجع، الالم اللي معروف بقى وبيسمع في الكتف او بيسمع هنا او بيخنق او حاجات من زي الناحيه كده، الشمال في كتف الشمال، في الناحيه الشمال بالظبط بيسمع في الكتف وبيخنقني والكلام ده كله، مش شرط ان هي تبقى كده، لا ممكن يحس بتقل بس. بعض الناس بييجوا بيبقى عندهم جلطه بنسميها سايلنت مايكاردال انفارشن، اللي هي جلطه صامته، الصامت. جلطه صامته بتحصل، دي بتحصل في الناس اللي عندهم سكر بالذات، اللي هم ان مفيش هم اعراض، لانه هو حاسس بتقل، بس يمكن يقول انا اصل انا خدت برد، المدخن يقول اصل انا شربت سجاير كتير شويه، اصل انا خدت حمام وخرجت فخدت رطوبه، يبقى الوجع بيجي هنا. تمام، هو في الوجع ده في شكله ايه؟ بيجي في النص، تمام، يسمع في الكتف، ممكن يبقى مصحوب معاه خنقه. طب كده في فرق بين سرعه ضربات القلب وعدم انتظام ضربات القلب؟ سرعه ضربات القلب حاجه وعدم انتظام ضربات القلب في حاجه، بس فرق خليني هنا؟ اكمل الاول حته الالم اتفضل. بيجي، يعني احنا قلنا ان هو بيجي بيجي مع المجهود وبيقل مع الراحه وبيستريح مع السابلينج، شكله ايه بقى؟ ان هو بيجي في النص، بيسمع في الكتف، بيجي ممكن يكون معاه خنقه. طب ايه العلامات التحذيريه اللي تخوفني قوي؟ العلامات التحذيريه تخوفني قوي لما يجي الم في الصدر. ما دي مهمه جدا، دي عايزين نعرفها. العلامات التحذيريه اللي لازم اخاف قوي واجري بسرعه جدا، واقول برضو نعمل ايه بسرعه. اول حاجه انه شكل الالم ده، وانه يكون الالم شديد، انه يكون مصحوب بخنقه، وان انا مش قادر اخد نفسي، المريض يقول انا مش قادر اخد نفسي. الحاجه الخطيره جدا ان تكون معاها عرق. معرفة. اول ما عيان يكلمني حتى في التليفون ويقول لي انا عندي وجع في صدري ومش قادر اخد نفسي وبعرق، دي جلطه على طول من غير ما اعمل رسم قلب. اطلع على العنايه المركزه دلوقتي على اقرب مستشفى وخد ادويه مضاده للتجلطات، ادويه سيوله. العلامه الثالثه والاخيره التحذيريه اللي بنقلق منها جدا هي انه يرجع، يعرق ويرجع ويحس بخنقه ومش قادر ياخد نفسه، دي علامات تحذيريه بتبقى بتبين ان هو الموضوع خطير، ما ينفعش ان هو يتاخد كده. اعمل ايه؟ اولا ان انا استريح خالص واحاول اهدي نفسي، عفوا اكح كحه زي كده مرتين ثلاثه، اخد اسبرين الاطفال، اربع اقراص اسبرين، الاسبوسيد اطفال، او الاسبرين البروتكت اللي هو ال 100 او ال 81، اربع اقراص. في دواء تاني بتاع سيوله اسمه بلافكس او كلوبيدوجريل، اخد منه اربع اقراص برضه. ما تقلقش وما تخافش من الاربع اقراص، خد قرص، خد قرصين، بس خدهم بسرعه وتحرك لاقرب مكان ممكن يكون فيه اسعاف للقلب. طب يا دكتور، عشان برضو احنا يعني موضوع البرنامج بتاعنا محتاج حلقات وحلقات، وطبعا احنا عندنا الفقره صغيره، عايزين نعرف بقى يعني انا ازاي ابقى عندي وقايه من الموضوع دوت، يعني انا احافظ على نفسي ازاي بحيث ان انا ما اخشش في عجاله بس يعني قدامنا دي، يعني انا ما اخشش في الموضوع ده. عوامل الخطورة أتجنبها. أول عوامل الخطورة إحنا بقينا بنلاحظها دلوقتي هو التوترات النفسية والضغوط النفسية والعصبية. بنلاقي شباب وفي سن صغير بيجي لهم مشاكل في القلب وأزمات قلبية، بالرغم إن هم لا هم مدخنين ولا هم تخان ولا هم عندهم سكر ولا ضغط ولا الدهون بتاعتهم عالية، كل الحكاية إن هو متوتر وقلقان وممكن يكون رياضي على وشايل فكرة، الهم وعايز يتجوز ومش لاقي شغل وحاجات زي كده. التوتر الشديد والقلق الشديد بيؤدي، فنحاول ان احنا نلعب رياضة نبعد عن التوترات. اذا كان في حد اكبر في السن شوية وعنده مشاكل في الضغط والسكر والحاجات زي كده، يظبط الحاجات دي كويس قوي، يعمل تحاليل بصورة دورية وبصورة منتظمة علشان نشوف الكوليسترول والدهون في الدم اذا كانت عالية ولا لا.
في عامل مهم قوي هو العوامل الوراثيه. يعني لو كان عندك حد في العيله الاب والام والاخ والاخت عندهم يعني في سابق عندهم مشاكل قلب في الشريان التاجي بالذات، مش اي مشاكل قلب يعني مش عيوب خلقيه وحاجات زي كده، عندهم مشاكل قلب في الشريان التاجي وحاجات زي كده، يبقى انا لازم اخلي بالي كويس قوي، ابعد عن التوترات، احلل بصفه منتظمه، العب رياضه، اذا كان وزني زياده ينزل وزن. انزل الوزن بتاعي. دي كلها حاجات مهمه قوي وقايه من امراض القلب. والاكل، ان انا اخلي بالي من اكلي، واهم حاجه ان انا ابعد عنها هي الفاست فود، المقليات والحاجات اللي فيها مواد حافظه كتير زي المواد الغذائيه، المياه الغازيه والعصاير والحاجات دي. نشكرك يا دكتور، وقبل ما نشكر بس حضرتك في شهاده تقدير كده مقدمه من البرنامج لحضرتك طبعا عشان مجهودك طبعا الجبار حضرتك بتقوم بيه، وحضرتك طبعا نورتنا ولا بيت الدعوه. ميرسي يا دكتور. نورتنا طبعا. دي نهايه فقرتنا الاولانيه، ان شاء الله انتظرونا بعد الفاصل وهنتكلم على موضوع جديد وشائك ان شاء الله. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل وفقره جديده، والنهارده هنتكلم على فقره يعني بتهم ناس كتير قوي مش في مصر بس والوطن العربي كمان. يعني النهارده هنتكلم على عقوق الوالدين، هنتكلم باستفاضه كده عن موضوع عقوق الوالدين، ومعنا طبعا الزميله العزيزه فضيله. ايه رايك في الموضوع عقوق الوالدين اللي عامل مشاكل مع الناس كتير قوي؟ لا ده موضوع كبير، موضوع عقوق الوالدين وشائك وبيشغل الراي العام، وهو على فكره مش في مصر بس، في الدول العربيه وفي كل مكان في العالم. ومعرفش احنا ازاي وصلنا للدرجه دي، العقوق وصل لان مش عدم اهمال للوالدين بس، لا ممكن نوصل ان احنا نقتل الاب والام او نرميهم في الشارع او نحطهم في دار مسنين. الاب والام دول اللي ربونا واحنا صغيرين، الاب والام اللي اتمنوا واحنا صغيرين ان احنا ناخد من عمرهم ونكمل، ان ممكن الام تضحي وتديني قلبها علشان اعيش بيه، ممكن الاب اللي بيكافح ده يتعب ويجتهد ويسافر ويتغرب ويشوف حاجات كتير في حياته ويتألم ويتوجع، وفي النهايه يكون مصيره ان هو نلاقيه في الشارع او مش لاقي ياكل او حاجات كتير بتحصل مش لطيفه. انا عايزه اقول للناس اللي بتعمل كده بجد، انتوا ازاي جالكوا قلب تعملوا ده في الاب والام اللي هم اتمنوا ان هم يمنحوكوا الحياه وانتوا اطفال؟ ازاي ممكن تنام في بيتك وانت ما تعرفش مصير امك ازاي، هي فين، عايشه ازاي؟ انت رميتها في الشارع او رميتها في دار مسنين او تخليت عنها بسبب زوجه. مش هنظلم الزوجات برضو، لان ممكن الزوجة تكون دخلت في بيت هي لقت الابن عاق لمامته، فهي لقت ارض خصبة زرعت فيها. لو الولد ده من الاول من ساعة ما اتجوز حط قواعد لحياته وقال ان امي اولا، لان الام هي فعلا زي ما ربنا وصى بيها، ووصينا الانسان بوالديه، حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، صدق الله عز وجل. مفروض احنا نعمل بكلام ربنا، مفروض نراعي الام والاب دول لان هما سبب وجودنا في الحياة، هما اللي بيضحوا علشاننا، هما اللي ربونا، هما اللي منحونا كل شيء في الحياة علشان نكون ناس ناجحين في اي مجال من مجالات الحياة. طيب فضيلة، يعني انت شايفة ليه بيوصل لدرجة ان هو يعوق والديه او يروح يود والده في دار مسنين، او ان هو مراته تقوله لا يا انا يا امك يا انا يا ابوك، ليه احنا ليه هو يوصل ده؟ حتى لو هو اساسا مديها الزوجه جايه وعارفه ان هو ضعيف الشخصيه، او ان هو ليه هي تقدم على ده؟ ما هي عندها ام وعندها اب وتحب ان هي زي ما بتتعامل مع الام برضه هي تتعامل مع. يعني انا بلاقي ان في زوجات يعني زي ما هي بتحب امها وابوها تعامل حماتها على ان هي امها. يعني امي دلوقتي بنختلف كتير مثلا، لكن انا في النهايه بحب امي، حماتي دي مفروض اعملها كامي واحطها على راسي من فوق لانها منحتني راجل هو زوجي النهارده، الراجل اللي انا خلفت منه، الراجل اللي انا عايشه معاه، الراجل اللي انا بتمتع في خيره، المفروض امه دي تكون معاملتها نفس معامله امي. ليه انا اخلي الموضوع ان انا دي حماتي فبكرهها، دي حماتي مش عايزاها في البيت، دي حماتي انا ممكن اكون واخده شقتها على فكره وقاعده فيها فانا مش عايزاها تبقى موجوده، لازم تتنفي بره الحياه. الغلط مش في الزوجه على فكره، انا باكد ده، الغلط في الابن اللي انصاع لكلام الزوجه دي
وخد امه ورماها في اي مكان عند اخته وعند اخوه، وبتضطر انها تمشي من بيت لبيت لبيت لغايه ما تلاقي نفسها مش مرتاحه وتقعد في الشارع. الناس المتسولين على فكره معظمهم يا تامر من الحالات دي، الناس اللي هم في دار المسنين، لو دخلنا دار مسنين هنلاقي معظم الامهات دي بسبب زوجه الابن او زوج البنت. طب احنا معانا في حاجه كده فيديو، يعني انا هوصل رساله للمشاهدين، في فيديو كده احنا هنعرضه دلوقتي ان شاء الله، هيشوف مدى الام بتعمل ايه. احنا مالناش علاقه باللي في الفيديو، يعني احنا بنشوف الام ديت عملت ايه مع ابنها عشان نوصل برضو رساله ان نقول ان الام ديت هي الام. ما تقوليش مراتي، مراتك تتعوض، ابنك يتعوض، لكن امك ما تتعوضش. لازم تاخدها كده، يعني دي تعبت فيك وشقيت عليك وربتك وعلمتك، وما فيش حد بيتمنى حد احسن منه غير ابنه طبعا. يعني ما بيتمناش اخوه يبقى احسن منه، ما يتمناش ابن عمه يبقى احسن منه، يتمنى ابنه فقط. هنشوف بس الفيديو جاهز معانا يا استاذ وليد؟ طيب نشوف الفيديو كده ونرجع تاني. رجعنا لكم طبعا بعد الفيديو المؤثر دوت. عايز بس ادي تحيه شكر وتقدير للقاضي الجليل الانسان، قبل ما يقول قاضي انسان، قضائنا الشامخ، قضائنا الشامخ الانسان اللي هو لبى طلب الام. شوف الام عملت ايه، شوف الام عملت ايه في ابنها اللي هي نفسها تعدم. فيا ريت يا جماعه، يعني الموضوع سهل، مراتك ما ترميش مراتك ما ترميش امك بره. طب انا عايزه اقول لك حاجه يا تامر. اتفضلي. دلوقتي انا في ام هي جارتي على فكره، عندها 5 اولاد وعندها بنت وحيده. الست دي اللي اولادها الخمسه في حاله ميسوره جدا، رموا الام دي في الشارع. الام دلوقتي عايشه فين؟ مع البنت اللي هي كانت متجوزه ومطلقه دلوقتي وعندها بنتين. اعتبرت ان امها هي بنتها الثالثه. عايزه اقول لك ان مفيش خطوه بتخطيها الام دي غير لما تدعي لبنتها دي، والبنت بتقول لمامتها انا اسفه انا قصرت في حقك، برغم انها ما قصرتش. فعايزين نقول لكل اب، لكل ولد وكل بنت وكل راجل وكل ست اللي امه عايشه وابوه عايش يحطهم في عينيه، واللي ابوه متوفيين يحاول يكفر عن اي حاجه غلط عملها في حقهم. احنا طبعا انضم لنا دلوقتي الباشمهندس عبد الرحمن الشيخ. ايوه سلام حضرتك. ازيك يا باشمهندس، منورنا. الله يحفظك. والنهارده طبعا احنا بنتكلم على موضوع عقوق الوالدين والاب والام. النهارده عايزين نعرف بر الوالدين يعني. والله يا استاذ تامر انا بشكرك النهارده
انك اتحت لي الحلقه الاستثنائيه ديت عشان خاطر اقول لوالدي على الهوا جسمي ده على دماغي، وانت ربيتني تربيه يعني صحيحه سليمه. انا صورتك الثانيه، انا ابنك الكبير عبد الرحمن، انا بتقدم له على الهوا بكل شكر وتقدير، هو امي، واقول لهم نفسي اشوفكم قدامي دلوقتي، نفسي اقبل رجليكم وابوس على راسكم. حضرتك النهارده بتتكلم عن موضوع بر الوالدين، احنا بر الوالدين ما فيش كلام نقدر نقوله اكتر من الله سبحانه وتعالى قرن عبادته بطاعته، وقال ربك الا تعبدوا الله الا اياه وبالوالد احسان، يعني طاعه ربنا مقرونه بالاحسان للوالدين، والاحسان ده ليه صور كتير قوي مهما اتكلمنا فيها مش هنوفيها حقها. والايه الثانيه ربنا برضو في القران بيقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسان، يعني برضو ربنا قرن ان الشرك مقرون به العقوق او عدم الاحسان للاب والام. فالاحسان ليه صور كتير جدا جدا وليه يعني مراحل كتيره جدا جدا للاب والام. طب يا استاذه فضيله، لما كنت بتتكلم على موضوع الخمس او ليها خمس اولاد وبنت، طب هي يعني هم انا عايز اعرف برضو يعني هي عايشه ازاي؟ يعني هي عايشه مع بنتها المطلقه. تمام. هي بنتها بتشتغل وبتجتهد وبتصرف عليها، بقى بتصرف عليها قد ما تقدر. طب معلش بس في معانا مداخله بس كده مع زميلنا محمد رزق من البحر الاحمر عشان نشوف برضو موضوع الانتخابات هناك عامله ايه. معلش يا فضيله اقطعك، اتفضل يا استاذ محمد. صباح الخير يا استاذ سامر، عليك وعلى ضيوفك وعلى المشاهدين الكرام. محمد احنا بس احنا بنتكلم قبل ما تقول لنا بس الموضوع، احنا بنتكلم على عقوق الوالدين يا محمد. تمام. ايه رايك في الموضوع دوت يعني هو بدايه في كل الاديان ربنا سبحانه وتعالى موسع الوالدين. فمن عقوقه دي حاجه مخالفه لشريعه الله سبحانه وتعالى. وتاني حاجه يعني هو مش رد الجميل عقد الوالد او الوالده يعني. فانا شايف الموضوع دوت لازم نتعمله قانون حاسم. قانون وحاجه فعلا. قانون فعلا ينص على كنت هقولها ده فعلا حقيقي. قانون يكون رادع، رادع للناس دي. قانون رادع فعلا. معاك حق. تمام. لمعاقبه الرادع الوالدين. ده حقيقي. طيب نخرج بس من بره موضوع العقوق الوالدين دوت، وطمنا بقى انت في البحر الاحمر طبعا المحافظه الجميله، عايزين نعرف بقى اجواء الانتخابات طبعا فيها ايه، وانت برضو هناك مراسلنا وبتغطي لنا الاحداث هناك، فعايزين نعرف برضو عشان يبقى. والله يا استاذ تامر انت تعلم طبعا ان نتيجه مجلس الشيوخ هنا انتهت من الجوله الاولى. تمام. بس استعداد البرلمان بدات بدري بدري، في صراع شرس على المقاعد السته سواء ثلاثه فردي او ثلاثه قايمه. تمام. ان شاء الله باذن الله طبعا هيبقى في تقرير عند حضرتك برنامج تحت الاضواء الاسبوع القادم عن اثنين مرشحين، الاول الاستاذ تيتو الخطيب دوت شعله نشاط في الشارع البحراوي هناك. تمام. والراجل ما بيسيبش الشارع اصلا سواء في خدمات او غيره. عندنا الدكتور احمد عبد الشافي طلبه، ده كان مرشح مجلس الشيوخ وكانت اول تجربه سياسيه دي وحقق نتيجه كويسه جدا. فالراجل بعد طبعا بعد التجاوزات اللي حصلت في انتخابات مجلس الشيوخ بعد عن المجال السياسي، بس في هناك ضغوط من الشباب عليه ان هو ينزل في انتخابات مجلس الشعب. تمام. احنا طبعا عايزين برضو نوضح للساده المشاهدين ان اي مرشح محتاج ان هو يعمل التقرير بتاعه او ان هو يتكلم ويجيب ويجي برضو عندنا في البرنامج يعرض البرنامج بتاعه، احنا برضو القناه موجوده فاتحين بابنا لاي حد، اي حد، اي مرشح. ماشي يا استاذ محمد، متشكرين يا باشا، نورتنا، وان شاء الله نتقابل كده في تقارير اخرى. فضيله استاذ عبد الرحمن، ممكن نعرف عقوق الوالدين قبل ما تخش في عقوق الوالدين؟ بس الاستاذ تامر سالني في الاول بر الوالدين، احنا انا بدات بالايتين وقلت ان الله سبحانه وتعالى قرن الاحسان الوالدين بطاعته، وطاعته او طاعته تتلخص في ايه؟ في ان احنا نحسن للوالدين. طبعا. البر على فكره انا والدي رباني على الحته دي. البر ايه هو؟ مش ان والدي يطلب مني فاعمل، لا، البر ان انا اقدم له كوبايه الميه واقول اه والله ده انا كنت عايز اشرب، فهو جابها له من غير ما هو يطلب منه. إيه هو ده؟ هو ده الاحسان، هو ده البر، ان انا اعمل قبل ما يطلب. احساسك بيه. احساسك بيه. احساسك بيه فعلا. احساسي بيه ان انا حاسس بيه. كان نفسي اكل، محتاج كان نفسي اشرب. يشرب ميه، محتاج ياكل، محتاج اي حاجه. جايب لي حاجه كان نفسي في دي. في نفسي في دي. فدلوقتي هنرجع بقى لموضوع العقوق، هو طبعا العقوق ليه تعريفات كتير قوي. فنقول العقوق شرعا هو كل فعل او قول يتاذى به الوالد من ولده ما لم يكن شركا او معصيه. هو ده التعريف الشرعي للعقوق.
برضو احد ائمه الصالحين قال اللي هو الحسن البصري لما سئل الى ما ينتهي العقوق قال ان يحرمهما او يهجرهما او يحد النظر اليهما، يعني ما يبصلهمش. كان في قصه بتحضرني دلوقتي للراعي اللي كان يطلع يرعى الغنم ويرجع بسرعه بدري عشان يشرب امه اللبن المحلوب. ففي مره من المرات في يوم ايام اتاخر غصب عنه، فرجع بعد العشاء كان ابوه وامه نايمين. فضل ماسك السطل بتاع اللبن من بعد العشاء يعني من الساعه تقريبا 9 بالليل لغايه الساعه 5 الفجر لما ابوه وامه قاموا عشان لا اله الا الله يشرب. اول حد لازم يشرب هو الاب والام، حتى اولاده الصغار بيعيطوا وزوجته بتقول قال الا ابويا وامي. اول حد لازم يشرب من دي هو ابويا وامي. فعشان كده ربنا جزاه. تخيلي واحد واقف 8 ساعات او 6 ساعات لغايه ما ابوه وامه يقوموا عشان يشربوا اللبن، هم يستفتحوا السطل، فيكون دي البركه. فطبعا احنا برضو بنقوله كده. وقال عطاء لا ينبغي لك ان ترفع يدك الى على ولديك، يعني ما ينفعش ابوك بيزقك فتدافع حتى. لا احنا النهارده بنقتلهم. ايوه انا بص يا استاذ فضيله، انا هقول لك حاجه، انا هو الرسول قال لا ينبغي ان ترفع ايدك، يعني والدك بيضربك ما تصدش كده عشان لا مثلا بيحدفك بحاجه ما تصدهاش، لا ما تصدهاش، دي ده بيعتبروها اساءه لابو الام. سبحان الله. ابو الام هو مش هيموتك، لكن هو نفسه تبقى انت احسن واحد. طبعا نفسه تبقى انت في اعلى المقامات. خلي بالك هو الاب لما بيضرب بابنه او الام هو بيبقى متالم اكتر منه، يعني التالم بيبقى عنده تالم جامد، بس هو عايز يعلمه هو وعايز يربيه وعايز يفهمه لان هو اساسا مر بالتجارب ديت، فمش عايز الاخطاء اللي هو وقع فيها. صحيح. انا لو انا والدي ما ربانيش يا استاذ تامر، ده مثال حي، انا لو والدي ما ربانيش مش هطلع النهارده على مع حضرتك، هو اكيد دلوقتي سامعني او شايفني وانا بقول له يعني جسمتك على راسي من فوق. انا ممكن اكون زعلته في حاجات كتير وغضب مني كتير، بس انا الكبير، انا اللي مكانه، انا صورته اللي انا دلوقتي مع اخواتي بعمل لهم كذا، اللي عايز حاجه كذا كذا. ان هو طبعا والدي خارج البلاد واتمنى ان الله ان هو يرجع لي سليم هان. فانا في مصر النهارده انا الكبير بحاجي على الكل. ده انت عايز ايه؟ ده انت اخبارك ايه؟ طب انت اللي ناقصك ده كذا، لازم انا اكون مكانه. فقبل ما حضرتك تختم، العقوق هنا ربنا سبحانه وتعالى قال من اكبر الكبائر، العلماء قالوا العقوق طيب من اكبر الكبائر. فضيله يعني عايزين ندي رساله كده، احنا خلاص عشان الحلقه بتاعتنا قربت خلاص، عايزين ندي رساله كده، يعني انت شايفه ايه؟ هنرجع امتى بقى؟ امتى الابن كده يخاف على امه ويخاف على ابوه وتيجي مراته تقول له لا ده امك ولا ابوك كلها، لا انا ابويا وامي فوق دماغي، انت بره وهم جوه. امتى نشوف ده؟ امتى نشوف دار المسنين بقتش في دار المسنين اساسا؟ امتى نشوف ده؟ يعني نتمنى ان احنا نشوف ده، يعني ان العنف ده ينتهي، ان يبقى فيه الاحسان قانون للوالدين فعلا، ويكون فيه قانون رادع للناس اللي هي بتعمل زي ده. زي ما وزير زي ما الوزاره عامله قانون الاسره، قانون الاسره ده دلوقتي ما يطبقش غير على المطلقات، لان اللي بيعمل ده مع اهله يعني الاهل الاسريه. طيب بالزبط. افضل حاجه في القانون الاسره هو حقوق الاب والام. تمام. احنا طبعا خلاص الموضوع ممكن يا تامر تسمح لي؟ اتفضلي ثانيه بس. انا عايزه اقول لامي انت حبيبه قلبي، انت اغلى حد عندي في الدنيا، انت اغلى عندي من ابني وبنتي، ربنا يخليك ليا. وتحيه لكل الامهات في مصر وفي الدول العربيه وفي كل العالم، ربنا يخليكم. طبعا احنا طبعا من البرنامج هنا بنحيي كل ام مصريه، الام المصريه اللي بتشقى اللي جوزها لما بيتوفى ما بتروحش تتجوز، بتقعد على عيالها وبتربيهم وبتعلمهم وبتروح تشتغل في البيوت وبتشتغل في كل الشغلانات المحترمة الشريفة عشان تطلع عيل أو ابن كويس. طبعا. حضرتك بقى بعد ما تعمل ده كله وتتعب عشانك والأب يروح ويجي عشانك وتيجي حضرتك مراتك تيجي تقولك لا والله أبوك ما يقعدش معانا، أصل أبوك كبير، أصل أمك كبيرة. دي رسالة ليك، اللي أنت بتعمله النهاردة في عيالك في امك وابوك بكره عيالك يعملوه، بس هيبقى اكتر. ليه؟ لان انت هتشوف انت عملت ايه مع ابوك وعملت ايه مع امك وعيالك هيعملوه معاك. شوف كده انت بقى لما تربي عيالك وتدخلهم مدارس وتعمل وتعمل وفي النهايه تيجي تلاقي عيالك بيعمل معاك زي ما عملت مع ابوك. قول له داين تدان وديا لله. اكيد طبعا، دي رساله. طبعا الموضوع يعني هو تعبنا نفسيا احنا، لان احنا بنشوف حاجات كتير قوي. موضوع الفيديو ده تاني، الفيديو دوت حاجه كده بنوصلها للناس، شوف الام بتعمل ايه، وشوف القاضي الجليل المستشار الجميل اللي هو عنده انسانيه وتعامل بانسانيه وخلى لبى طلب الام. طبعا احنا معانا بقى النهارده كمان قبل ما نختم، في معانا الشهادات طبعا الكنترول
الناس الكنترول اللي ورا الكاميرا، طبعا دول مش متشافين، وناس طبعا بيعملوا معانا مجهود. فالنهارده باشمهندس عبد الرحمن بيكرمهم النهارده، فيا ريت استاذ احمد كده يتفضل كده عشان ياخد الشهادات. طيب الاستاذ محمد الشاهد طبعا هو اللي هيجي يستلم الشهادات. اتفضل. اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ نصر الشاهد. استاذ نصر طبعا الجميل بتاعنا. خليك يا استاذ نصر عشان خاطر الكاميرا. النهارده يعني بنكرم الاستاذ الجندي المجهول دايما اللي هو ورا الكاميرات. الناس الجميله دايما هي بتعمل شغل جميل. معانا النهارده الاعلامي المحترم مدير استوديو قناه الصحه والجمال الاستاذ محمد الشاهد. ما دي لا ما هو هيستلم بقى الشهاده بتاعتهم كلهم عشان هو مش هيخش جوه. خليها بقى في نفس الزفه كده. طبعا استاذ محمد البسطاوي اللي منورنا على طول خلف الكاميرا على طول اللي تعبينه معانا النهارده عن الفريق اللي هو خلف الكاميرات كله، وبنقول لهم تحيه ليكم وعلى المجهود المبذول وعلى ما وصلتوا ليه في قناه الصحه والجمال، ويتمنى يكون اكتر. الله يحفظكم. وطبعا يعني حاجات مميزه وتطلعوا بشكل كويس. الله يحفظكم. على كده في القناه الصحه والجمال طبعا دي منبر للشباب، هي فاتحه مكانها للشباب اللي عنده فكر اللي عنده. فبصراحه احنا بنشكركم، دي اقل حاجه. طبعا استاذ وليد واستاذ محمد الشاهد واستاذ عبد الله وكل الناس اللي خلف الكاميرا واستاذ سيد وكل الناس واستاذ سيد نجيب طبعا. شكرا. تشرفنا. تشرفنا بحضرتك. تشرفنا بحضرتك. طبعا اعزائي المشاهدين احنا النهارده يعني حاولنا نلم كذا موضوع كده في الحلقه. ان شاء الله الحلقه الجايه باذنك يا رب هيكون في حاجه افضل واحسن. وزي برضو ما بننوه للساده المشاهدين اللي اي حد بالنسبه لانتخابات مجلس النواب النائب المنتظر عندنا الفقره بتاعت النائب المنتظر. بشكر كل ام وكل اب ضحى بحياته عشان ابنه. واخر الكلام سلام.